بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي، كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بإذن الله وقوتي غادي نحضروا مع بعض الشاورما بالطريقة يعني التقليدية، وإن شاء الله نتأكد إلا جربتوا غادي تعجبكم. إلا عجبتكم بحال ديما ديروا لايك، اشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهاد الشاورما هادي فغنحتاجو على بركة الله لواحد 600 غرام، عندي هنايا 600 غرام ديال إما كنختارو إما السدر ديال الدجاج أولا لادانت أو يعني ديك الرومي، يعني على حسب الرغبة طبيعة الحال. غادي نحتاجو واحد الحبة ديال البصلة مشلطة يعني مقطعة الجوانح بهذا الشكل هذا. غادي نحتاجو واحد العلبة ديال ياغورت مسوس أولا الزبادي. غادي نحتاجو عصير نص ليمونة يعني حامضة. غادي نحتاجو شويه ديال القشور ديال الليمون وديال البرتقال، يعني شويه ديال قشر الليمون الحامض، يعني تخونا ربع قشره ديال الليمون الحامض وكذلك ربع قشره ديال الليمونه برتقاله. غادي نحتاجو اوراق ديال الرند اولا اوراق الغار. غادي نحتاجو جوج معالق ديال الزبده طبيعي الحال، اللي كيبغي الشاورما تكون ميدمه خلينا نديرو شحبه يعني الشحمه ديال الكلوه نحكم منها واحد 3 معالق كبار. انا غادي نعوض الزبده بالشحمه، يعني غادي نعوض عفوا الشحمه بالزبده، واللي بغى كيف ما قلت بيد المكتر فيدير الشحمه. غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره من التوابل ديال الشاورما اللي غتهرى بالديال هذا في الفيديو سبق لي حطيتها معاكم. غادي نحتاج واحد المعلقه ديال الموطاد اولا الخردل. غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه طبيعه الحال تبقى الكميه حسب الاختيار، اما نقصوا او نزيدوا على حسب الذوق. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخل. غادي نحتاجو 3 معالق ديال زيت الزيتون، انا غادي نستعمل زيت الزيتون المستعمل سبق لي كذلك وحضرتها معاكم داير غير الرابط ديال هذا في الفيديو. وطبيعه الحال غادي نحتاجو الملحه والابزار. هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. طبيعه الحال بالنسبه للطريقه فتناخدو الدجاج ديالنا اولا لادان يعني على حسب اللي درنا، تنضيفو ليه الياغورت اولا الزبادي، ياغورت مسوس علبه فقط، غادي نضيفو معلقة صغيرة أولا متوسطة يعني ديال الموطارد أولا الخردل، نضيفو كذلك الهريسة، غادي نضيفو واحد المعلقة كبيرة من التوابل ديال الشاورما اللي سبق لي وحضرت معاكم، غادي نضيفو ورق الرمل أولا ورق الغار، نضيفو قشرة من القشور ديال الليمون وكذلك الحامض تعطي واحد اللذة رائعة جدا للشاورما. شوية تاع الابزار ما نكتروش لان درنا الهريسة، كذلك الملحة حتى هي ما نكتروش، كنعرفو الموطارد كتكون مالحة والهريسة حتى هي كتكون مالحة. وغادي نعصر نص حبة ديال هكا كما كتشوفوا معايا، نحاول نزين نزول هذا العلف الطحني صافي. غادي نزيد نضيف دابا معلقه كبيره ديال الخل، وغادي نضيفو زيت الزيتون يعني واحد 3 معالق تقريبا تاع زيت الزيتون. بالنسبه للزبده كيف ما كتشوفوا معايا انا ما ضفتش الزبده دابا وما ضفتش كذلك البصله، يعني حتى وكنبدا نطيبو عاد غادي نضيفو، لان الزبده هي فاش غادي نطيبو وكذلك اللي غنضيف زيت الزيتون هي فاش غادي نطيبو الشاورما ديالنا مع البصل. بالنسبه كيف ما قلت الا استعملنا الشحمه فتنطيبوها في الشحمه وغادي نزيدو لها واحد شويه تاع زيت الزيتون. طبيعه الحال الناس اللي متبعين حميه فكتوقع اخف زيت الزيتون والزبده يعني شويه ماشي بحال الشحمه، وطبيعه الحال الاذواق تختلف. نحاول نخلط هذا الخليط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي. من بعد ما غادي نخلطوا هذا الخليط وتمزج جميع المكونات مع بعض حتى نبيتوهم ليله كامله، يعني الا كنا غادي نخدموا بغينا الشاورما تاعتنا في الليل مع الصباح فتنرقدوها ليله كامله الصباح تتكون واجده، الا بغيناها في العشيه فمن نفيقوا في الصباح حنا تنوجدوا الغداء ديالنا، الا كنا غنوجدوها العشاء حنا تنوجدوا الغداء ديالنا كنحضروها نخليوها نغطيوها نخليوها في الثلاجه حتى للعشيه وكتكون موجوده.
كيف ما كتشوفوا معايا انا التقطاع ديال الشاورما قطعناه رقيق، وباش يسهل عليكم يعني باش يسهل عليكم التقطاع ديال الدجاج ولا لدن اللي غتستعملوا، نغسلوا لدن ديالنا او الدجاج ونوضعوه في المجمد مده نصف ساعه، يعني باش ملي تنبداو نقطعوا تيسهل علينا وتيجيونا يعني قطع متساويه ملي تنديروا نوضعوه في المجمد وكنجبدوهم كنبغيو نقطعوهم، ماشي زعما تيقصحوا بزاف، غير واحد نص ساعه يقبض شويه في راسو وتنجبدو وتنقطعو بمصمادين فكيعطينا شرائح على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، شرائح طوال يعني غادي يبانو مزيان ملي غادي نطيبوهم هاد الشرائح هادو باش يجيو مقادين ويجيو بهذا الشكل، فيعني تنوضعوهم في المجمد مده واحد نص 20 دقيقه حتى نص ساعه ونجبدوهم صافي، وها هما يعني قطعوهم بالمصمادي. هنا الشاورما ديالي ها هي واجده، غادي نغطيها بفيلم اليمونتير ندخلها للثلاجه يعني اقل حاجه واحد 4 السوايع، يعني حتى تشرب المكونات وتجي باش تجينا لذيذه بزاف اقل حاجه 4 السوايع ونتلقى من نطيبوها. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي فانا خديت واحد المقله يعني سخنتها على عافيه تكون شويه مرتفعه، زدنا على نار تكون شويه مجهده، فحنايا وضعنا كيف ما كتشوفوا معايا معلقه جوج معالق كبار ديال الزبده وواحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، وغادي نهبط دابا بالشاورما ديالنا كيف ما كتشوفوا، نحاولوا تكون العافيه مجهده باش ما يطلقش لينا الدجاج ديالنا الماء. ملي نطب الدجاج بحال هكا ما نحركوش، يعني نحاول تكون عافيه مجهده والدجاج ما نحركوش نخليوه بحال هكا حتى كيبان لينا بيض من التحت، عاد انا غادي نقلبو باش ما يطلقش لينا الماء. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي يعني من بعد ما خلينا الشاورما ديالنا ملي نخويوها على في المقله تكون عافيه سخونه وتكون على نار مجهده، فكنحاولوا اننا نبقاو يعني في الاول ما نحركوهاش ديك 5 دقائق الاولى ما نحركوهاش باش ما تطلقش لينا الماء بزاف، صافي تنبقاو هكا نديوها ونجيبوها. بالنسبه يعني واحد الملاحظه، نحاولوا نزولوا هذاك القشر ديال الليمون وديال الحامض اللي ضفنا، حنا نحاولوا نزولوهم قبل ما نديروها هنايا في المقله ديالنا، تنبقاو نحركوا بهذه الطريقه هذه. وهنايا كيف ما غتشوفوا معايا اخواتي فانا غادي نطيح ننزل عليها بالبصله، يمكن لنا كذلك نضيفوا ليها هذا نضيفوا ليها يعني فلفل الوان فلفل حمراء خضراء صفراء حتى هي يعني تجي فيها رائعه، وتبقى كل واحد دي طبيعه الحال وعلى حسب الذوق ديالو، انا كتعجبني بالبصله يمكن لكم تضيفوا كذلك الفلفله كيف ما قلنا حتى كتجي رائعه جدا. هنا غادي نحاول ننزل على بعض الحبه ديال البصله اللي عندي قطعناها صافي، وكنبقى انايا يعني كنحاول وكنكذبل هاد البصله كنبقاو نديو فيها ونجيبو نحركو حتى وكنكذبل لينا البصله صافي نطفيو عليها. هنا بالنسبه اخواتي ملي طابت الشاورما ديالنا، بالنسبه للحشو فغادي نحتاجو طبيعه الحال انا استعملت الخبز ديال البطبوط، يمكن لكم البطبوط اللي سبق لي حضرت معكم غادي يظهر الرابط ديالو دابا في الفيديو، وغادي نحتاجو يمكن لكم تستعملوا الخبز العربي كتبقى طبيعه الحال كل واحد حسب الرغبه ديالو. غادي نحتاجو شويه ديال الطماطم شويه ديال الخيار المعلب عفوا الخيار المخلل، غادي نحتاجو طبيعه الحال سلسله ديال الزبده اللي سبق لي حضرت معكم حتى هي غيظهر الرابط ديالها دابا في الفيديو، وطبيعه الحال شويه ديال الخبز. بالنسبه للطريقه كما قلنا يمكن لكم تستعملوا هذا الخبز هذا يعني الخبز ديال البطبوط اللي سبق لي حضرت معكم، ولا يمكن لكم كذلك تستعملوا الخبز العربي، فتناخذوا تنوضعوا فيه شويه من الصلصه بهذا الشكل هذا، حاولوا ندهنوا. واحد الملاحظه، الى عندكم الطحينه فيمكن لكم كذلك تزيدوا الطحينه لهاد الزبادي هذه الصلصه ديال الزبادي، تنوضعوا واحد الورقه ديال الخبز بهذا الشكل هذا صافي، تنوضعوا واحد شويه ديال الطماطم بهذا الشكل، يعني الطماطم طبيعه الحال الا كان غادي سندويش يباس ما نديروش الطماطم نهائيا لانها كتطلق الماء. واحد شويه تاع الخيار المخلل، يمكن لكم كذلك تضيفوا البصل المخلل حتى هو تيجي رائع في الشاورما صافي. تنعمروا لي الساندويتش ديالنا، انا غادي نكمل نفس الطريقه بالنسبه لباقي الخبز اللي عندي وباقي الشاورما اللي عندي، نتلاقاو باش نشوفوا الطبق النهائي. الشاورما ديالنا اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما عمرناها في خبز بطبوط، اللي يمكن لكم ايضا تعمروها ب يعني ديروا الخبز العربي اولا يعني كتبقى حسب الاختيار،
فكنصحكم تجربوها لان كتجي جديده وجديده بزاف، لهذا كنتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. والى عجبتكم الحلقه ديالي بحال ديما ديروا لايك، اشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، والى حلقه مقبله بحول الله.